هو فريق الدفاع الحسني الجديد، فريق كبير، فريق جيد، لعبنا معاه في ملعبه وجمهوره، وهنا ما عرفتش علاش الجمهور ديال الكوكب تحرم باش ما يجيش يشجع اللاعبين ديالو. الخصم نوب الاصابات، الخصم الثاني الجديده اللي في المستوى الكبير، وجينا ما عندناش شي نتيجه من غير ربح. دفعنا بثلاثه المهاجمين، ثلاثه هاد اللاعبين الوسط اللي كيوصلوا عليهم، من بعد درنا كومبوس اومومودو جوج لي زالي اربعه وجوج لي ديمي اللي جايينهم، فلعبنا كل الاوراق الهجوميه. المباراه اللي كانوا يقدروا جديده يسجلوا فيها كنا نقدروا نسجلوا فيها، حنا نهضر على الفريق ديالي، فضيعنا مجموعه من الفرص اللي كانت كفيله باش تخلينا نردوا البسمه للجمهور وتخلينا في القسم الاول. الان الامور جد معقده، خصك تنتصر على بكرير ومنتظر شي مفاجاه في التشيره مع جديده باش نديروا كنا 51، وبالتالي كاين لافونتاج شويه عند مراكش لان ربحوا في لالي وفي الروتور تعادلنا. كان يكون عندي شويه الوقت، هو الخصم الثالث قبل واحد الشهر الى هذا كنا غنوجدوا عرض احسن من هذا. فانا متاسف بالنسبه للفعاليه مراكش ولا المكتب، لان جيت بهدف واحد ونحقوا الصعود، فغنلعبوا الورقه الاخيره ان شاء الله اللي باقي الاسبوع المقبل، ونتمنى هذا الفرق يمشي غير الكوكب، لا الكوكب ولا جديده، الفرق اللي في المستوى الكبير باش يرجعوا للقسم الاول. شكرا. ولكن انا غير عندي ملاحظه، هو اليوم تقدمت دروس في البطوله الوطنيه، لان باش تلقى فريق بحال جديده وفريق بحال الكوكب وهاد الجماهير وهاد الملعب وكيلعبوا بهاد المستويات، فهاني الكرة القدم الوطنيه شفت مباريات كبيره في القسم الثاني. نتمنى ان يتهلاو ايضا الجامعه والمسؤولين في هاد الانديه، لان انديه في المستوى الكبير، وشفتي المباراه اليوم كي دازت. وشكرا للاعلام والتغطيه الصحفيه ايضا.